أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو نصاب التمر والزبيب الذي تجب فيه الزكاة؟ مثل ما سمعتم، 5 أوسق، 5 أوسق، الوسط 60 صاعا، يكون المجموع 300 صاع، بالصاع النبوي. والصاع الآن النبوي 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي الآن اللي يخرج في زكاة الفطر 3 كيلو تقريبا. نعم.